والسلام عليكم متابعينا مشاهدينا الكرام وين ما كنتم، وجينا لكم بفيديو جديد. طبعا اليوم جيناكم بفيديو خاص بأهلنا وأحبابنا أهل الجزائر وما أصابهم من جلل في الحرائق التي شبت في بعض المدن في دولة الجزائر ليلة امبارحة. طبعا بالبداية بنقدم أحر المواساة لأهلنا وأحبابنا في الجزائر ونتمنى السلامة للجميع. طبعا جينا في هذا الفيديو لنشوف بعض المناطق التي حصلت بها الحريق. طبعا الحريق الذي حصل لن يستدل على أي فاعل لهذا الحريق لحتى الآن. الولايات التي حصل بها الحريق وهم ولاية وهران وولاية تيبازة وولاية تلمسان وولاية بجاية وولاية سعيدة وولاية سعدي بالعباس وولاية بغنية وولاية برمداس والبورية والشلف وقالمة. طبعا هذه الولايات بسبب الحريق الذي حصل فيها غادر آلاف المواطنين من هذه الولاد من بيوتهم بسبب الحريق. طبعا وما زلنا بنقول لكم نتمنى السلامة للجميع. حنشوف مع بعض بعض المقاطع والصور التي حصلت من هذا الحريق وخليكم معنا. هنا بقوة بما المدنية راهي الكبيرات راهم يتوجه الآن لأن النار راهي الآن في وسط المدينة كما راكم تشوفون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بعد طنوبي بعد روح 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 يا ولد أخذوا بارو 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 كما راكم تشوفون الآن. الله أكبر الله أكبر. هذا الجمر هو اللي واعر اللي راح يخلي النار تساعد الفوتي لابر. الجمر هذا يخلي تشوفوا قوة النيران امبوسيبل قد يطفوها مانيا، معناها ما يقدروش بالايدي، لازم امكانيات كبيرة. ان شاء الله ما توصلش السكان النيران في وسط المدينة. الله اكبر. نعاودوا نذكروا اخواننا، نقول لكم باللي الان راهي الوالية تيبازة متواجدة في كوريا رفقة المصالح الأمنية رفقة كل المديريات المعنية اللي عندها الإمكانيات للإشراف على عملية إطفاء النيران. احنا رانا في البو ما قدرناش نطيروا، احنا رياح قوية جدا. الله أكبر الله أكبر. شفنا الجمر 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 بارو بعد الكام يغلق الكام يغلق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أسمع أي وراه 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 مو كاميو. أش بدي كاميو يحرك لك؟ أش بدي كاميو يسبح؟ أش بدي الكاميو يحرك لك كاميو؟ أش بدي كاميو يحرك؟ أش بيك تعبت ولا أش بيك؟ طبعا الحريق الذي حصل في دولة الجزائر بالتأكيد هو جعل في قلوبنا ألما عظيما لأن أهل الجزائر هم أحبابنا وفي قلوبنا دائما. كما تشاهدون هذه بعض الأحداث التي حصلت في مدينة الجزائر أو في بعض الولايات لدولة الجزائر. طبعا النيران هبت في بعض الغابات وبعض منازل المواطنين. يروحوا يشوفوا الديور، راح يهضروا مع الناس، بعثوا لهم الديور، خلفوا الناس في الديور. أرواح 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 هنا. كاين ديور هنا، طفي هنا طفي. الله أكبر الله أكبر. بعد بعد. طبعا النيران يعني أكلت عدد كبير من الأشجار والمنازل، يعني حرقت شيء كبير وشيء يعني غالي وثمين عند الجزائر. دخلت النيران في الجنوبي أو الشمالي تاع كوريا. تذكروا رانا في وسط مدينة كوريا، بعد
كل هذه الامكانيات ما قدرتش تحكموا في النيران هذه. طبعا هذول الفيديوهات اللي شفناهن عن اهلنا في الجزائر وبعض المناطق المحرقه، كمان راح نفرجيكم ونعرض لكم بعض الصور التي حصلت التي كانت للنيران في الجزائر. طبعا هذه صوره من ضمنهم، وهذه كمان صوره. طبعا كما تلاحظون النار تحرق البيوت باكملها. طيب وبهيك طبعا شفنا معاكم الفيديوهات والصور اللي حصلت في مدينة في بعض الولايات في مدن الجزائر. طبعا نتمنى السلامة للجميع، حابين نطلع بهذا الفيديو ونقدم أحر المواساة لأهلنا في الجزائر فردا فرد وكلا باسمي ولقبي. ومن فلسطين بنقولكم إحنا بنحبكم ومعكم قلبا وقالبا، نتمنى السلامة للجميع، ويا رب ما يكون حدا انصاب في هذا الجلل الذي أصابكم، ويا رب إن شاء الله تنعموا بوفر الصحة والعافية دوما، وإن شاء الله ربنا يعودكم.